أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه موعظة أو مواعظ ربانية للمنافقين بشكل عام، عساهم أن يتعظوا ويخلصوا في قلوبهم لله ويؤمنوا إيمانا صحيحا. يصفهم الله بصفات ثم ينحذر من هذه الصفات، فيقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قبل أن نبدأ بالآيات نذكر بالنص السابق. في النص السابق هذا الذي ذكرنا قصته، بشير الأخوة الثلاثة، مبشر وبشير، مبشر بشير ومبشر وبشر، بشير ومبشر وبشر. وبشير كان من المنافقين وارتد ونزل إلى مكة مع المشركين عند سلافة ثم طردته، هذا آخر ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. والقرآن يتكلم عنه باعتبار أنه منافق كان يظهر بالإسلام، قولوا عن نفسه هذول قال هو وأخته نحن أهل دين وصلاح، كشف ما عاد أهل نفاق، أظهر كفره مثل زعماءنا اليوم عندما صار الضغط عليهم الشعبي أعلن كفره، ما بده يطيعوا الله، راحوا اتفقوا مع كفار مع كذا حتى يقتلون معه، فظهر كفر واضح، ما بقى في مجال يعني الناس الشك فيه، الله فضحه. فأيضا ربنا سبحانه وتعالى عندما فضح هذا المنافق أظهر كفره وارتد، فبدأت الآيات بعد ذلك تبين أوضاع هؤلاء المنافقين وأمثالهم، فيقول سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كان الله محيطا بأعمالهم وعارثا بها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إلى آخر الآيات. الله تبارك وتعالى وهو العليم بسرائر الناس يحذر المنافقين تحذيرا رفيقا تربويا لطيفا يصل إلى قرارة نفوسهم، فيقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لما بسرقوا، لما بضللوا الناس، لما بتصرفوا تصرفات تخالف أمر الله، بخافوا من الناس، ما بستجدوا يحكوا هذا الكلام أمام الناس، ما بستجدوا يسرقوا أمام الناس. ولا يستخفون من الله، الله معهم، كيف معه؟ هو يعلم ما يتصرفون، شايفهم، لأنه هاليد اللي عم تمتد إلى مال الغير وبتسرق، من الذي وضع فيها القدرة على السرقة؟ الله، على الحركة الله، فمدها إلى السرقة، فالله معه يشاهده وهو معكم أينما كنتم. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المنافقون دائما يدبرون أنفسهم ليلا، ديساوا انقلاب عسكري بيجتمعوا بالليل وبدبروا على السكيتة، وبعدين في الصباح بيعطوهم اللي مثل حكيته المصرات ويمدونهم بالمال حتى يطغوا في الأرض فيفسدوا فيها. بده يساوي مصيبة للمسلمين ببيت الأمر بالليل، ثم بيفعلوا بالنهار بسرقوا بقتلوا وتخفوا سووا حالهم ما فعلوا شيء. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أقوالهم
اتهام الإسلام، يقول الإسلام سياسي، الإسلام ما بدخل بالسياسة، وهذا مدري إيه. الله تبارك وتعالى يحكم في أمر من الأمور فينبغي أن يطاع بحكمه، سواء كان سياسي أو غير سياسي. ما هي السياسة؟ أن تسوس الناس وتوظفهم إلى ما فيه خيرهم، هذه السياسة. ولك لا، السياسة كذب، الدين ما بسوس سياسي. سياسة الكفار والفجار والطغاة والمتسلطون سياستهم كذب، أما سياسة الإسلام لا، ما يكذب. نعم قد تظاهر بشيء وتفعل خلافه، هذه سياسة، ولكن ما كذب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بدي يروح بغزوة بدي يسألهم طريق إلى المكان الفلاني منين ومنين برتاح، بظنوا الناس عم بسمعوا إنه بدي يروح يسافر الغزوة لمنطقة ألف، فيوهم الناس كذا. بعض العملاء مشبحة، ما كان أول سموها شبيحة، عم جسسوا بسمعوا أخبار بلغوها بدي يروح للمكان الفلاني، فتنزل الأخبار إنه بدي يروح للمكان الفلاني، فأمر الجيش يروح لمكان جيم موبي. هذه سياسي، ما كذب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مبادئ الفجور والكفر كلها تقوم على الكذب، فسياستهم كذب، أما سياسة الحق الذي أنزله الله ليست بكذب، إنما تسوس الناس إلى ما فيه مصالحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، هذه السياسة الربانية. فأولئك المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول، قولوا عن إسلام سياسي ما بصير، قولوا عن كذب الدين، ما الدين ما له علاقة بالسياسي، أنتوا شو فهمكم بالسياسي، أنتوا كذا. المهم أن تنصرف عن دينك وتخضع لدين الكفر وسياسة الكفر، هذا هم. فيبيتون من القول ما لا يرضى الله، سواء كان التآمر لسرقة أو التآمر لفساد بين الناس أو التآمر لكذا، أي شيء لا يرضى به الله بيتوه بنفسه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، فالله معهم وهو محيط بأعمالهم، كما قلت كيف لا يكون محيط بأعمالهم وهو الذي خلق عملهم. العقل الذي يفكر الله خلقه، اليد التي تبطش أو تعمل خير الله الذي خلق فيها القدرة والحركة، فكيف لا يعرف ماذا تتحرك، وأيضا وضع الملائكة تسجل عليه ما يفعل فتعطيه كتابه يوم القيامة، حفظه الله ونسوه، الله ما بنسى شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، كثير من المغرورين والمساكين والذين لم يتثبتوا في العلم يسمعون كلام هؤلاء الطغاة والمنافقون والكاذبون والسارقون، خرب بيت الدجالين، فئة قليلة سرقت أموال سورية كلها، يملكون الملايين. شوفوا أخونا هذا رئيسنا إيش في عنده، بواخر، طيارات، كذا، جزر في أوروبا يملكها هو، منين جابها؟ ولد من عند أمه ما معه مصرات، كان يبيعوا بناتهم، ما حدا يجبرهم يبيعوا بناتهم، هن بدل ما يشتغلوا بالحلال يبيعوا بناتهم ويأجرون. منين جاب المال هذا؟ كله من دمنا ومن رقابنا ومن طعام أولادنا، ومع ذلك ما بيشبعوا، تركونا خيوا، أخذتوا روحوا بقى. لا، عجبتهم الشغلة، من يعيفونا؟ كيف يتركوننا؟ سيتركوننا بإذن الله إن جاهدناهم بما أمر الله. فبعض الناس يدافع عنهم، يا أخي الدولة سلطان الدولة ومن حقه يدافع عن الدولة وشرعية الدولة، أين شرعية الدولة؟ ما في انتخابات انتخبنا، لا أنا ولا اللي بيعرفني ولا طايفتي ولا زرتي ولا أحد، هنا عم ينتخبوا حالهم وطلعوا نتائج في 190، كذابين دجالين. قال دولة، أين دولة؟ هاي دولة، دولة البسطار العسكري، دولة الانقلاب اللي سواها أبوه أخذ عن أبوه، ومثل ذلك يكون في مصر وفي غيرها من الدول المتسلطة، سواء كان عن طريق العسكر أو عن طريق شيء آخر، كل متسلط ظالم فيها في شريعة الله. فبعض الناس يجادل عنهم ويدافع عنهم، فربنا يقول ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أما تأخذوا تعطوا سول مبررات، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، من سيحميهم بين يدي الله تبارك وتعالى عندما يدخلهم النار، من يتوكل عنهم ليدافع عنهم؟ ما بيستطيع حد يدافع عنهم، يعطيهم الله كتاب موجود فيه كل شيء، كل خبثهم وكذبهم ونفاقهم ودجلهم مسجل عند الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياه.
حفظه الله ونسوه. في كثير أحيانا شغلات بشوفوها نحن مسوينا بتذكرونا نسي إيش سوى نسي إيش فظع، والله ما بنسى شيء. فهل يستطيع أن ينكر؟ من الذي سيدافع عنه ومن الذي سيقول وكيلا؟ ولذلك يشجعهم الله على التراجع عن الباطل إلى الحق. ممكن ولو أقيم عليهم عقاب في الدنيا، ولكن على الأقل يحفظ الآخرة. الدنيا ستذهب، ما كان اليوم ليجي ملك الموت ولو ما دبحون الناس اليوم، ليجي ملك الموت يأخذهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا كان راحت من الدنيا يحرصوا على الآخرة، ولذلك بالرجوع إلى الله بالإيمان بالتوبة. فيقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا، أي أنواع من السوء سواء كان صغير أو كبير. وأكبر الكبائر الكفر والشرك الذي لا يغفر، ومع ذلك إذا تاب ورجع إلى الله وجدد إيمانه بإخلاص يقبله الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ظلما قليلا أو ظلما كثيرا يصل إلى الشرك ثم يستغفر الله بالتوبة والرجوع إلى الله يجد الله غفورا رحيما. روى علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، طبعا إذا غير مسلم بده يتوب بده يجدد إيمانه بده يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا طاعة ولا خضوع إلا الله، بده يعتقد بالتحرر التام من العبودية لغير الله حتى من أهواء وشهواته شياطين الإنس والجن، لا يطيع إلا الله، هذا معناته لا إله يعني لا معبود مطاع إلا الله، محمد رسول الله يعني ما بيأخذ أحكام دينه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنزلت في القرآن والسنة وثبت أنها من عند الله بالدليل. المؤمن يمشي بالدليل، ما بيمشي هكذا مثل وين ما الناس مشي بيمشي دون أن يفقه. فغير المسلم يحتاج إلى الشهادة والإيمان الجديد، أما المسلم أيا كانت ذنوبه ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الله خلقنا ما بشر يعذبنا حبنا، بس نحن نعرف قيمة هذا الحب، نتبع الحق الذي أنزله فيحبنا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله ما بريد عذابنا، فتح لنا باب التوبة. الإنسان بشر قد تزل قدمه، ولكن لا تيأس من رحمة الله تروح لطاعة الشيطان في المعاصي وكذا، لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، مما استغفر ربه بيغفر له. وهنا في هذين الآيتين من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني فاحشة الذنوب الكبيرة الزنا وغيره، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي ذنب من الذنوب كبيرا أو صغيرا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا إلى آخر الآية. ثم يقول سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة يعني ذنبا، ومن يكسب إثما يعني خطيئة أو ذنبا كلها بنفس المعنى، فإنما يكسبه على نفسه يعني مسؤوليته تعود عليه، ما مثل حكم الظلام والفراعنة. حتى لو واحد ما هو مجرم انهزب منهم بروح يفوق مرته أو بياخذوا أخته أو ابنه، هذول حكم الكفار حكم البشر، حكم الله لا، كل واحد مسؤول عن تصرفاته. واحد قتل هو يعاقب، ما بتعاقب ابنه بياخذوا ابنه وقتلوه بداله، هذا حكم الجاهلية حكم الظلم والطغيان. فربنا يريد أن يحررنا من الطغيان. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا عملت ذنب ما أنت مسؤول عن الذنب، أنا بسؤول أم ذات حاسب، أنا بأخذ عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى وكان الله عليما حكيما، عليما من الأزل إلى الأبد في نفوس الناس وفي أوضاعهم، حكيما فيما يشرع لهم، شرع لهم من التشريعات التي تربيهم من داخلهم وتضبط سلوكهم الخارجي بشكل يتعايشون سعداء في حياة سلمية حقيقية، مو سلمية كذابة والتعب بعد ما بسرقك وبضربك وبأذيك، تعال تعال سلم سلم، هنا سلم، لازم أتعاقب بعدين بصير سلم، ترجع لي مالي بعدين بصير سلم،
تعتذر مني على الأقل بعدين تقول لي سلام، هذا ما هو سلام. هكذا يفعل فينا الظلام. تعالى نصالح بعد من فترة، واحد بعثوا على العلماء نتفاوض نصالح ماشي، علاش الصالح؟ والقتل هدول الناس الإجلال والأطفال ما ذنبهم قتلتموهم، علاش الصالح؟ ما بقى في مجال للصلح، ما تركوا أي مجال للصلح. الجرائم التي حدثت يا إخواني مو بس في سوريا، في العالم كله، في التاريخ ما لا مثيل. يعني العالم رجع إلى الخلف 1000 سنة، صار أسوأ من الحيوانات. قال الله عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الإبل والبقر والغنم، لا، ربنا قال بل هم أضل، أضل من الحوش، أضل من الوحوش. الوحش الذئب برقد بياكل غنمة وخلاص شبع، هذول لا، أكلوا شبعوا من سوريا وتركوا الناس جائعين، ومع ذلك ما بينصرفوا عنه، خلاص خيروا روحوا، ما بيغير الدم في جسمنا، لا بده يسيلوا الدم في جسمنا. ثم بعض الناس يدافع عنهم ويكون للخائنين خصيمة. ألا تقرؤون القرآن في تدبر؟ صدق الله العظيم، كأنه يتنزل علينا الآن ويحل مشاكلنا الآن. ثم يقول سبحانه وتعالى بالنسبة لأمثال هؤلاء اللي سووا السرقة واتهموا فيها إنسان بريء رجل صالح، قالوا فلان هذا هو السرق. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، مو بس بنفي التهم عن نفسه وبلزقه بغيره، قتل أطيب فلان قتل، بروح بجيب شهود زور انه فلان قتل. ولذلك الشهادة لا تقبل الا ان يأتي القاضي فيمحص الشهود، شوفهم كذابين ولا صادقين. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. بهتان بهت غيره، ليش سمي بهتان؟ واحد بريء من الذنب يجي قال عنه فلان سوى الشغلة، بنبهت هذا، اختول أنا سويتها، فبهته من كبر الكذبة التي افتريتها عليه. بهتانا وإثما، إثما مبينا، اسم بين واضح، جريمة شنعاء، والعياذ بالله تعالى. إذن في الجريمة الأولى افتراء الكذب، والجريمة الثانية اتهام بريء بالكذب. فلذلك قال تعالى بهتانا وإثما مبينا. ما يجري في هذه الأيام يعتبر اتهام للبريئين المؤمنون الصادقون اللي قال عنهم الله سبحانه وتعالى لا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. شكلوا لهم المحاكم وانقتل منهم الأشخاص، سووا هنا اللي قتلوا الإرهابيين، قتلوا المسلمين الإرهابيين، إنهم قتلوا. لك أخي ما معه سلاح، مظاهرة عم بطلع بقول الله أكبر، ما بصير والله أكبر، نعم هذاك الفاجر هو أكبر، ولو ما عم بقول له نقوله أكبر، بس هذا قصده، ما بصير يتركوا طاعته، ما بصير يتركوا الخضوع له. فهذا افتراء وإثم مبين، افتراء وكذب، سووا محاكم، محاكم الإرهابيين، جيبوا هذا المسلم إيش سوى؟ خرب النظام. إيه النظام؟ نظام هذا الفاجر اللي لازم نقطع رقبته، مو يتخرب نظامه، خرب النظام، بحكم الحاكم الحمار، ما هو حاكم هذا، لأنه اختاروا أهل الظلمة، اختاروا بستار العسكر من الانقلاب السابق، حطوا حاكم ما في عنده لا دين ولا ذمة، أسوأ من الحمار، حطوا حاكم بقولوا هذا إرهابي. طرقوا 20 سنة، 5 سنين، ستوه في السجن عند الأمن 2-3، بعض أقاربي 9 سنين تم جالس عم ينتظر إيش بوه، ما إيش بوه شيء، حطوه نعو إرهابي. بس أول بسوريا ما كان يقول عنه إرهابيين، هلا الجماعة تفتحوا، فتحت الأمريكا زعيمتهم إلهتهم، صاروا يقولوا إرهابيين على المسلمين. ليش هذا بنحكم عليه هالشيء؟ لماذا؟ افتراء، يفترون على الناس، يقتلون أهل الحق ويدرعون أهل الباطل، لأنه ما بصلوا لمصالحهم وأهواءهم وشهواتهم تسلطهم على الناس إلا عن طريق الباطل، والعياذ بالله تعالى. فدائما يحكمون على أهل الحق بالظلم والطغيان، فهذا افتراء وأثم مبين. ثم يقول سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالحق بعده. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. الحادث اللي بتحدث عنه
في حديث بني الأبيرق جاءوا يقولون أهل بيت إسلام ودين وصلاح، اتهمنا رفاعة بشكل غير صحيح وما في دليل ولا في تهمة، حسبين أنه ما في دليل. الله بيّن لهم أنه إذا ما في دليل الله وجد الدليل، نزل آيات وبيّن الحق، نفاق ما بنفعل. فحاول يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يضل، منزل القرآن. طيب ونحن ممكن أن نضل؟ لا، ولو واحد الحاكم في العصر الحاضر وقع فيه حكم خطأ ما في إثم عليه إذا كان اجتهد، يعني أراد أن يحكم بالعدل ولكن الناس لبسوا عليه الحق وضيعوا، فالإثم عليهم هن اللي ظلموا أنفسهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، هذا حتى يعطينا درس ها للمسلمين، إذا صاروا حكام صاروا كذا يحكموا بالعدل واجتهدوا قدر ما يستطيعوا يصلوا الحق. إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن بحجته يعني بأسلوبه وبكذا بيثبت أنه هو ما له علاقة، هو بريء وما في أدلة واضحة تثبت الظلم منه، فبيكون حجته ألحن، فأقضي له على نحو ما أسمع، سمعت حجته شفت دليله قوي فقضيت له. فمن قطعته له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، صدق عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على دين الإسلام. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، عنده دليل قوة ولكن ما بالحق بالزعبرة والباطل، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما سمعت وجدت أنه دليل قوي. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني ما يحسب حاله أنه فريح. لذلك بعض الناس يقول لك القاضي قضالي، القاضي قضالي، أنت كذاب تعرف حالك، حلال على الشاطر حكم فيها القاضي، حكم فيها القاضي بس محكمة رب العالمين ما بتروح. يوم القيامة عندما ينادي الله على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه، كل واحد له حق معك بجي، قل له قضى القاضي، قل له روح أنت والقاضي على جهنم، روح شوف القاضي سبق على جهنم لأنه بحكم في الباطل، هذا إذا كان حكم بالباطل. أما إذا كان حكم بالحق لا، القاضي يقول له بيّن حكم حسب الظاهر كما أمره الله، ولكن أنت من أهل الباطل، ابتغيتها عوجا، أضعت الحق ولبست على القاضي. وما يضلون، يعني هؤلاء الذين يحاولون أن يضيعوا حقوق الناس ويضلون الحاكم أو القاضي، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، أنت أجرك عند الله محفوظ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ضمن حدود الشرع، يعني مجتهد يترك الدين من عنده ويجتهد يحكم بحكم الشرق أو الغرب، لا، كون هذا ما مؤمن حكمه كله باطل. أما إذا كان مؤمن واجتهد حسب قواعد التي وضعها الله في العدل والشرع ولكن في أمور لبست عليه الحق، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فعلى كل حال القاضي إذا كان مخلصا وعالما بالشرع فهو مأجور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة عرف الحق وقضى به، هذا في الجنة. قاضيان في النار من الهنين، قاض عرف الحق ولم يقضي به، مثل هذول بيعرفوا أن هذول مظلومين بحكم 20 سنة، إرهابي أمريكا قالت، ومعلمة صاحب البسطار العسكري اللي دايس على رقبته اللي ما في عنده لا شرف ولا ذمة هيك قال، بعث له تليفون أو يعني لمح له تلميح، هو عبد بسمع بطيء رأسه والعياذ بالله تعالى. فهذا عرف الحق ولم يقضي به في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يقضي به وقضى في الناس على الجهل، لا بيعرف شريعة الله ولا شيء، عبض على كيفه ولم يقضي بالحق، هذا في النار أيضا. إذن نحتاج الناس قاض ومجتمع أن يرجعوا إلى شرع الله ولدينه. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة يعني السنة، وعلمك يا محمد، ويا من جئنا بعد محمد، منين عم تعلم العلم؟ من محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه في القرآن وفي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم السنة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا نحن ما لم نكن نعلم عندما نكون مسلمين ونتعلم شرع الله ونطيع الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما
نتعلم ما نكن نعلم من الحق والخير الذي أنزله الله إلينا لنعمل به، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عليك عظيم، استرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، حتى لو بعد إذا شعرت أنك انحرفت ترجع إلى الحق، فهذا من فضل الله عليك أن نبهك في رجوعك إلى الخير، الخير في الدنيا وهو الحكم بالحق، والخير في الآخرة وهو السعادة الأبدية يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.